كل شيء واحد تضربه بالأشياء ما تبغاله. شوف تدري في بنحط استثناء، أما الرجال اللي مثلكم مثل أبو صالح تعدوا 90 سنة بيض الله وجهك مسموحين يقرون من الجوال. أي أخوي الله يجزاك. أنتم خبركم مولودين عقب الحرب العالمية الثانية. أبشر بالسعادة. صح يا أبو صالح؟ والله أنا بغيت أصير شاعر بس خفت من واحد يوم تقدم شاعر قال والله يا الربع المعذرة أنا نسيت أولها وضيعت تاليها. قال وش عاد بقي الحين؟ خذ الجوال. توكل على الله. الله يسعدكم بالدنيا والدين. تنشبت يا ناصر تسمعنا صوتك. أبغى نسمع صوتك. لو بيتي لو بيتي. أنا خذيت هم الرجعة يوم تقول برجع ثاني مرة. والله لو بيدي ما خليتكم تروحون مثلكم مكسب للبرامج والقنوات. ما في شك. فيها. مرزوق المقاطي يقول والله اني ضايق من خلاي وفي خلاي خاطري ما هو بوده ونفسي وده. يا سلام يا ناصر. وعاصي نفسي على شان مرخم استواي لو بطيع النفس بعدني كيف أردها. يا سلام يا سلام. يا سعد صرت أشرب الماء ولا يقطع ماي لا تعاتبني ترى النفس وصلت حدها. إمال القب كل ما شان الدهر ضاعي ثلثين أصدقائي خربت الدنيا لأبوها ولا أبو جدها. طيب طيب. الزمان يحدني حدي وبيا خفاي ميري الله مدت منك محد مدى. ميري يا الله مدت منك محد مدى. سلامتكم. بيض الله وجهك. بس في واحد الشر لي وهو يمون علي يقول خليه يعيدها يا أخوي الظاهر هيضته على وجه. تسلم يا ناصر. تسلم. أنت مبدع ومجمل نفسك والمن يحضر معك والجميع من يعرفك ومن يسمع. أعطونا صدى بالله يا أخواني. أنا ترى حتى أنا الأبيات هذه حركت شجوني ونبغى سمحت يا ناصر ونبغى بعد الأبيات هذه يا حسن نبغى نعرض نبغى نستقبل ضيفاننا. أبو علي قام قام يلا يلا أعطونا صدى. أسلم يا ناصر. هيه والله اني ضايق من خلاي وفي خلاي خاطري ما هو بوده ونفسي وده. خاطري ما هو بوده ونفسي وده. عاصي نفسي على شان مرخم استواي لو بطيع النفس كيف بعدني كيف أردها. لو بطيع النفس بعدني كيف أردها. يا فهد صرت أشرب ما ولا يقطع ضماي لا تعاتبني ترى نفسي وصلت حدها. لا تعاتبني ترى نفسي وصلت حدها. كل ما شان الدهر ضاع ثلثين أصدقائي خربت الدنيا لأبو ها ولا أبو جدها. خربت الدنيا لأبوها ولا أبو جدها. الزمان يحدني حد وبيا خفاي ميري الله مدت منك محد مدى. ميري الله مدت منك محد مدى. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. وش عندنا يا حسن ابو علي واقف الله يبيض وجهك يا ناصر. وجهك ابيض وجه السامع. اختيار موفق. اي والله حركتنا رقدنا يا اخي جاي من سفر في سفر في سفر.
من فراق الديار ومن فراق أهلي وناسي. يا لا 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 جنوبي ليلة البارحة قلبي تضايق من جنوبي من فراق الديار ومن فراق أهلي وناسي. لا 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 جنوبي لا تلومون من قلبه تولى في جنوبي لو تغرب وطالت غربته ما هو بناسي. بيض الله وجهكم. هي يا رجال ايش رايكم بعد التعب ذا والجهد اشوف الغداء؟ اقلطوا 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 والله يحييكم اقلطوا مرحبا بكم. سم اقول انت ونعم يا ابو مشبب ونعم الله يرفع قدرك انت ونعم من يسمع. تعال يا ابو سعود خلنا نشوف الشراري. الله يبيض وجهه الله يبيض وجهه الله يبيض وجهك يا غالب بيض وجهك. شوف النار خفيفه شوي الشراري ما يجي منها كل شيء. ونعم به بربعه ونعم ما شاء الله. هو انت تشوفون هذا اللي تشوفونه يا المخرج هنا شيء هذا زيت زيتون ما حطيته اي غير زيت. عمرك التكشين بزيت الزيتون ولا هي ما شاء الله راهيه ذبيحه شحال ما يكفي ما شاء الله. دهنها منها وفيها اي دهنا منها فيها وزيت الزيتون اضافه للكشنه واضافه. كم باقي يبغى لها؟ يبغى لها شوي نص ساعة. أصبر علينا. حنا سم سم سم. باقي معنا باقي معنا طال عمرك تقريبا. أبغى طال عمرك من هالقصيدة هنا. الله يحفظك طول عمرك. يا مرحبا الله يحييكم. نحب لا منا شفنا الرتم على ما قال ناصر نغيره شوي. لجل تأخذ الله يحييكم في مجلسكم. وبعدين الحمد لله حتى الأعضاء اللي معي أحضان نشاطة. أحضان كل يوم وياهم نقدم دروس ترى. يعني كان معي البرنامج حقنا. في أول في بيت الحكمة كان معنا أبو صالح وعمره 83 سنة وما يبين يعلم عليه. وعبد الله الأحمري أبو سليمان عمره 82 سنة وأبو علي عمره 95 سنة ومرزوق 102 مرزوق 102 لأن يقول ليش 102 قلت ما عاد معك إلا سني ما عاد معك إلا سني. وكانوا حاطين حصة رياضية وأبشركم أني كلمت طلال بيأتي بيجي حصة رياضية إن شاء الله السنة القادمة. وعندنا الخيل موجود عندنا وعندنا وجايبين خلفتين وعندنا علوم. خلوكم جاهزين خلاص. نعم وإن الله ستير نحب الستر. يا أبو سعود أنت كابتن
أنت كابتن الفريق. صلى على محمد. أنا مدرب من بعيد. كشفنا أبو عبد الله.